سناب الشرقية مع سعد الدوسري. تمي مضبط لكم عرض مع مطعم شالي، سوينا لكم عرض عائلي بطل يكفي 4 إلى 6 أشخاص، جميع الأصناف الحلوة اللي عندهم جمعتها لكم في عرض واحد. شوفوا التفاصيل بعد شوي. قاعدين يجهزون العرض العائلي، راح نشوف العصيرات قبل. عندهم من أنواع العصيرات عصير الموز بالشوكولات، البرتقال، ليمون نعناع، ملك شيك فراولة، عندنا هذا المهيتو، وعندنا كوكتيل شالي ملك شيك الموز، وهذاك ليمون سموثي. الأصناف هذه تبع العرض اللي بنشوفه الآن. هذا العرض العائلي البطل في مطعم شالي، هذا لو تطلبونه كله يطلع سعره الأساسي 377 ريال. العرض بيكون سعره 222 ريال، 222. تبون غدا، تبون عشاء، تبون حزة مغرب، متوفر. الأصناف هاي تكفي تقريبا من 4 إلى 6 أشخاص. عندنا شوربة عدس 2، عندنا 2 شوربة برغل التركية، عندنا برياني دجاج، كباب أضنة، سمبوسة لحم وجبن، عندنا بطاطا، طاجن دجاج، كباب سلطاني، 2 مقبلات مشكلة اللي تشوفونها، وحلى كنافة، حلى أم علي. هذا طاجن الدجاج، وهنا عندنا كباب سلطاني ما شاء الله، دسم الطبق هذا، كباب سلطاني. كباب سلطاني في أشياء من خشة داخل هنا. هذا كباب أظن، هذا برياني الدجاج سلطاني أحمد، ممتاز. طاجن دجاج ما شاء الله تبارك الله. مشكلة هاي بلا سياسة تمغط، هذه كذا تسوون تقوم منها. يعني بجرب سمبوسة جبن من الآخر، يعني سلطاني أحمد صراحة مطبخ الحلوة عندهم. بحط الخصم في السناب الجاية. كاب شر عليكم بالعافية. برياني دجاج من ضمن الباكج العائلي اللي سعره 222 ريال، سواء كنتوا عائلة أو كنتوا أصدقاء. فرصة. هذا صحن المقبلات يجي في الباكج، صحنين المقبلات. معنا فالح زيد خبير الصين، عتوه جاي من إيطاليا وربي فكه من كورونا. زيد خبير حلا، الآن خبير حلا. من أنواع الباكج هنا في أنواع الحلا في الباكج، الكنافة وأم علي. شفنا العرض وعليكم بالعافية مقدمة. الآن عندنا أصناف جديدة نزلتوها يا أبو طاهر ولا لسه؟ إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير إن شاء الله. ناس 4 أصناف جديدة بتنزل طيب في المنيو بعد أسبوع اللي تشوفونها قدامكم. لحمة الضاني مشوية بالملح مع الخضار المشوية، طبعا هاي بتطلع ما هي مالحة أبدا لأنه اللحمة ما حتاخد غير فقط حاجتها من الملح، بتكون بهالطريقة هاي مشوية طبعا مع الخضار المشوية فيها. مثل ما شايفين اللحمة، اللحمة تماما منتهية، زبدة اتجاهية مع البرغل لأنه كثير محبوب بالمطبخ التركي استخدام البرغل. البرغل من الأطباق المفيدة جدا لمرضى السكري أو الدايت لأنه ما في كربوهيدرات. لعشاق الدجاج المشوي بالملح بيجي بهالطريقة هاي، نفس اللحم هذا الدجاج بيجي طبعا، هذا مشهور فيه جدا طبعا، مستوي تماما ما شايفين شبه منتهي، اللي هي بتجي الكواج. هذه لحم صح؟ ايوه هذه مثل نفسها ودجاج تقريبا قريبة منها، ولكن هاي بالتوابل بتجي. هذه
هذا دجاج ولا لحم ولا كلها لحم؟ لا هاي مثل ما شايف استاذي هاي لحم، ودائما وابدا اللحم عندنا تكون دايبه منتهي دايبه، وهذا اللي هو الطبق الصحي. شوف اللحمه كيف اللحم، طبعا هاي بتجي مع دبابيس الدجاج. اوف 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 دقيقه يا ابو طارق، خليني اخذ لي قطعه. الله اكبر، خلنا الحق اخذ لي صوره مع القطعه. هذا الاكل ايش؟ اكيد ما شاء الله عليك، هذه الاصناف الجديده بتنزل بعد اسبوع باذن الله. شوف اللحم هذا كيف داير. عبد الله ايش رايك في الباكج؟ ايش رايك في الاصناف؟ انا حزين ان متابعينك الحين من جالس يدقون، حزين جدا حزين. لا بتفرح اذا جاوا ان شاء الله. ان شاء الله والله يفوز عرض العائلي هذا. انت ردي اثنين تقول اثنين تدفع 200 ريال بالساعه. تعال خذ هذا العرض يا بطل. يكفي 6 اشخاص، اذا انت وكيله كثير 4 اشخاص. الحلو هنا في مطعم شالي عندهم قسم للجلسات اللي فيها خصوصيه مثل كذا فيها ستاير. العرض مفتوح يعني ما حددوا لي مده صراحه، قالوا خله مفتوح وببلغكم اذا انتهى، لكن يعني اسبوعين اقل شيء مفتوح لكم. هذه الجلسات في 4 كراسي، في 6 كراسي، في جلسات أكبر. في الجلسة هذه كم كرسي؟ هذه 10 كراسي. كذا انتهينا من تغطية مطعم شادي وشفنا العرض العائلي اللي عندهم. الله يعطيكم العافية على حسن المتابعة، وعليكم بالعافية مقدما. وهنا الجلسات الخارجية لمطعم شادي، حتى لو تبون تتقهون وتحلون الجلسات هذه في الليل ولا أروع منها. هذا ابو طاهر، اشكرك على العرض الجميل يا ابو طاهر. ابد ابد، تستاهل يا اخ سعد، وهذا اقل شيء لمتابعينك، وابد انت مكانك غالي عنا. الله يسلمك، وبعد متابعينك واهلا وسهلا فيهم، ويترقبوا اسا عروض كمان قادمه باسمك وحصريه لك انت ان شاء الله. تعجبني. الله يعطيك العافيه. رمضان عندكم بوفيه؟ نعم في رمضان عندنا بوفيه وباسعار، وفي برومو حيكون في ان شاء الله ليالي رمضانيه، هدايا، مسابقات قيمه كمان، تكون الهدايا ممتازة جدا بإذن الله. تعجبني يا أبو طاهر، أشكرك، مع السلامة.